نبدأ أولا بالتعرف على فدو مديب، أول امرأة تعتزم الترشح للرئاسة في الصومال. شكرا جزيلا. يجب أولا أن أعترف أنني لست أول امرأة تعتزم الترشح للرئاسة، فأول مترشحة كانت على ما أظن في التسعينيات، وكنت وقتها صغيرة لا أتذكر اسمها، إلا أنها لم تخض الانتخابات. ولكن بالنسبة لي أنا أول امرأة تأخذ الأمر مأخذ الجد وتتبنى حملة انتخابية. أما عن حياتي فقد ولدت لأبوين أميين. أمي فقدت 11 طفلاً قبل أن تنجبني، وكنت أنا أول ابنة لها تنجو من الموت. وأبي أيضاً يعمل سائقاً، لا يقرأ ولا يكتب، ورغم ذلك فهو يتحدث 7 لغات مختلفة بطلاقة. وأمي أيضاً رغم كونها أمية فهي بارعة في عمليات الحساب وإدارة الأعمال، ويمكن أن نطلق عليها سيدة أعمال من الدرجة الأولى. وهكذا أنا نتاج هذين الأبوين المكافحين، وكما قلت لك أنا أول الناجين من أبنائهما، ولدي أخت وأخ أصغر مني، وأنا أيضاً أم لأربعة أبناء أفتخر بهم جميعاً. أنا حالياً أعكف على دراسة الدكتوراه في مجال المرأة والسلام والأمن، وهذه دراسة عن التنمية الدولية تركز بالأساس على العلوم السياسية، وأنا أعمل أيضاً كمستشار تنفيذي في شؤون الهجرة والتكامل والتنمية الدولية والتنمية الاقتصادية والصحة العامة وغيرها من التخصصات. تصفين نفسك بالحالمة باعتزامك ترشح لرئاسة البلاد في الصومال، وذلك بعد أن نزحت من الصومال في مطلع التسعينيات، لكن يبدو أنك تعتزمين تحقيق هذه الأحلام وتحويلها إلى الواقع، كيف ذلك؟ أنا حالمة بالمعنى الذي يؤكد على ضرورة أن يكون لدي رؤية، والحلم معناه هو حرية تقييم الأمور بدون قيود. أعتقد أنه من المهم بالنسبة لك أن تتصور الأشياء ويتولد لديك الإحساس بكيفية تحقيق هذه التصورات، ولذلك فإنني عندما تعلمت القراءة والكتابة في سن 14 كنت قادرة على أن أمضي في حياتي وأسافر هنا وهناك وأفعل الكثير، لأنني كنت مؤمنة بضرورة تحقيق الحلم، وكانت لدي رؤية واضحة عن كيفية تحقيق ذلك، وهذا ما دفعني أيضاً أن تكون لدي رؤية واضحة تجاه بلادي الصومال، والتي أعتقد أن لدي القدرة على تحقيقها بما أتمتع به من مهارات ومعرفة وقدرات. هل هناك عقبات تعترض طريقك لسدة الرئاسة؟ وما هي هذه العقبات إن وجدت؟ أكبر العقبات بحسب ظني هو التهديد بالاغتيال، فقد تلقيت تهديدات بالقتل، لكني لا أسمح لهذه التهديدات بإثناء عن طريقي، لأني أعتبر صمودي هذا هو نوع من الجهاد، فالجهاد ليس معناه دائماً إحداث التفجيرات أو قتل المدنيين الأبرياء. الجهاد أيضاً معناه أن تحاول أن تجعل من بلادك مكاناً أفضل، وأن تقاتل من أجل شعبك كي يعيش بكرامة. هذا هو الجهاد الحقيقي الذي أعرفه، ولذلك فأنا لا أخشى من التهديدات بالقتل، لأنني أؤمن أن ما أقوم به هو ما يقوم به أي مسلم معتدل يعرف الله ويمارس عبادته بالشكل الصحيح. إنه واجب مقدس لنا أن نجعل من بلدنا مكاناً أفضل. أعتقد أن هذا هو التحدي الأكبر. وبالطبع هناك تحديات أخرى كبسط الأمن في ربوع البلاد، فالناس يقتلون بشكل يومي، والطلاب لا يستطيعون الذهاب إلى مدارسهم. الرعاية الصحية أيضاً هي مشكلة كبيرة. الفقر أيضاً هو تحد كبير في البلاد. هناك الكثير من التحديات، ولذلك فإن تهديدي بالاغتيال هو أمر لا يمكن أن يقارن بكم التحديات التي يواجهها الصوماليون. ما هي أهم الملفات التي ستتصدر ملفك الرئاسي أو ملف الترشح للرئاسة في بلد أنهكته الحروب الأهلية وتتنازعه الآن للاضطرابات السياسية في البلاد وفر منه أكثر من 1,000,000 نازح في الشتات؟ ملفي الرئيس هو الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية والمصالحة. فالأمن هو أمر مهم جداً، لأننا نواجه تهديداً من حركة الشباب، وهي منظمة إرهابية، لكننا في الوقت ذاته نواجه تهديداً من أطراف إقليمية
يسعون إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد. والسلام مهم جدا، لأنه من الضروري أن يكون هناك سلام دائم. فأنت لا تستطيع أن تقوم بتنمية اقتصادية في البلاد بدون سلام. والتنمية الاقتصادية أمر مهم أيضا، لأن قرابة 80% من الشعب الصومالي هم من الشباب دون سن 35، شبابنا يعاني البطالة، وهذا ما يفسر تعرضهم للموت على ضفاف البحر المتوسط وهم يحاولون الهروب إلى الغرب. ولهذا السبب فإن توفير فرص العمل وتمويل المشاريع الصغيرة هو أمر مهم بالنسبة لهؤلاء. أيضاً مسألة المصالحة، فبدون الحوار حول أهم التحديات في البلاد لن تكون هناك أي فرصة للمصالحة، وبدون هذه المصالحة لا يمكن أن نتحدث عن سلام دائم. وهذه هي المحاور الرئيسية في ملف ترشحي للرئاسة. ما هي رؤيتك لإنهاء النزاعات الأهلية الموجودة في الصومال، وهل يمكن أن نرى قريبا تجربة ديمقراطية جديدة في الصومال؟ أنا أؤمن بضرورة التوصل لتسوية في الصومال، حتى لو تطلب الأمر دعوة حركة الشباب لخوض عملية سلام. بالطبع هو كيان إرهابي، وقد يرى الناس أنه لا ينبغي أن نتفاوض مع الإرهابيين، لكن بالنسبة للوضع الداخلي في الصومال أعتقد أنه أمر هام وحيوي أن نعقد حواراً مع هذه الحركة، ولن نستطيع أن نعالج مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية طالما استمر الشباب في الانضمام لهذه المنظمة الإرهابية. ولذلك فإن هدفي هو دعوة هذه المنظمة إلى مائدة الحوار، شريطة أن يتوقفوا عن قتل الصوماليين. أما بخصوص سؤالك عن العملية الديمقراطية وعن الانتخابات الرئاسية المقبلة وهل ستكون ديمقراطية أم لا، أعتقد أن هذا سيكون أمراً صعباً.